يلا طلابي، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسعد مساكم يا رب. الآن الجزء الأخير من درس المشتقات. طبعا زي ما حكيت لكم بذكركم، درس المشتقات أنا ما شرحته كامل، أنا شرحت جزئية كافية تخدم طالب توجيهي في حال المعلم أو المعلمة أعطوكم المشتقات من البداية ودخلت معكم امتحان الشهر الأول أو ما شابه. هيك بنكون إحنا جاهزين أو قادرين نقدر نحل جمل على المشتقات إن شاء الله، حكم إنه بنعرف الفراغ وين موقعه وكيف نقدر نطلع المشتقة، يعني كيف أعرف إنه الكلمة هاي فعل، ظرف، اسم أو اللي هي صفة. وصلنا الآن للجزئية النهائية اللي هي الناونز، أي بمعنى اللي هو الأسماء، أي بمعنى مين؟ الأسماء. الآن طلابي شو راح يصير الآن معنا؟ الآن الأسماء، هي الأسماء واختصارها هو حرف الـ N، الآن small. طيب الآن بهمنا نتعرف أنا وياكم من البداية، من البداية على أهم مواقع الاسم. الآن الاسم له مواقع كثيرة طلابي، نركز فيهم، سهلات إخفاف الطاف، مر علينا جزء منهم. الآن نشوف كيف. أول موقع يا طلابي، أول موقع يا طلابي الآن إنه الاسم هاي واحد يأتي بعد الصفة. الاسم بيجي بعد مين يا طلابي؟ بيجي بعد الصفة. الاسم بيجي بعد مين؟ بعد الصفة. الاسم بعد الصفة، يعني حيكون في عندي في ترتيب الجملة في اللغة الإنجليزية لازم أكتب صفة بعدين الاسم. لاحظوا الشيء هذا مر علينا، وين مر علينا؟ لما أخذنا الصفات. شو كنا نحكي؟ الصفة قبل الاسم، الصفة قبل الاسم، يعني الاسم بعد الصفة. معناته هذا الموقع مر علينا، مر معانا وين؟ في الصفات. لما حكينا وين موقع الصفة؟ موقع الصفة قبل الاسم، قبل الاسم. معناته الاسم وين جاي؟ بعد الصفة، بعد الصفة، لأنه هذا الموقع الأول وهو من أهم مواقع الإيش؟ الأسماء. الآن ندخل على الموقع الثاني. الآن الموقع الثاني شو بيحكي لنا؟ هاي اثنين بعد الأدوات التالية. إيش هم الأدوات التالية يا طلابي؟ الأ والآن والذا. الأ والآن واللي هي الذا. طلابي هذول الأدوات التعريف والتنكير. الآن هذول الأدوات لازم دائما وأبدا بيجي بعدهم اسم، دائما وأبدا بيجي بعدهم اسم. ملاحظة كثير مهمة رح نستخدمها لقدام، الأ والآن الاسم اللي بعدهم دائما شكله إيش؟ مفرد. الاسم اللي بعد الأ والآن حطوا ليها بملاحظة، هي خطيرة رح تفيدنا في قواعد الأزمنة لقدام. الأ والآن دائما شكل الاسم بعدهم ماله؟ شكل الاسم بعدهم إيش؟ مفرد. شكل الاسم بعدهم إيش؟ مفرد. معناته الاسم قد يأتي بعد صفة، الاسم قد يأتي بعد صفة، أو قد يأتي بعد إيش؟ الأدوات التالية اللي هي الأ والآن والذا. الآن طلابي رح نشوف هون إنه بيحكي لك الاسم قد يكون بعد مين؟ بعد حروف الجر. بعد حروف مين؟ الجر. وطبيعي جدا أشوف بعد حروف الجر. السبب في العربي حرف الجر بيجي بعده اسم مجرور، نفس الشيء بالانجليزي. هسه في الانجليزي ما في شيء اسمه اسم مجرور، ما في شيء اسمه اسم مجرور، بس في شيء اسمه ايش؟ انه حرف الجر ياتي بعده اسم. وين انت؟ at the school او at school. وين انت؟ at home. وين الكذا؟ in the closet، في الخزانة. معناته كل حروف الجر في اللغة الانجليزية تتبع باسم. من حروف الجر اللي بتهمنا؟ عندي ال in، عندي ال on، عندي الـ at، عندي الـ with، عندي الـ without، عندي الـ about، وطبعا في أشياء كثيرة رح نتطرق لها لقدام. بس مبدئيا خلينا نتعرف أنا وياكم على جزء منهم اللي هي أهم حروف الجر اللي رح نشوفها إن شاء الله لقدام، وحنشوف أشياء أخرى منها. إذا لغاية اللحظة هاي شو في عنا أهم مواقع الاسم؟ التكرار يا طلابي، التكرار رح يعلمنا ورح يرسخ المعلومة عنا. يلا معاي، أول موقع شو حكينا؟ بعد إيش؟ بعد الصفة. أول موقع بعد الصفة. ثاني موقع اللي هو رح يكون بعد الإيش؟ الأدوات التالية الأ والآن والذا. الآن بعد حروف الجر هو الموقع الثالث، والموقع الرابع اللي هو بيحكوله هي رقم 4 بعد الأعداد الترتيبية. الترتيبية طلابي حكيت أعداد ترتيبية، ما قلت أعداد ووقفت، لأنه لو حكيت كلمة أعداد ووقفت، كلمة أعداد يعني 1 2 3 4، تمام؟ الآن أعداد ترتيبية قصدي فيها مش 1 و2 و3 و4، قصدي فيها الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس.
عم برتب هاي الأعداد اللي بتصفط، بترتب هاي الأول هاي الثاني هاي الثالث هاي الرابع، ما بقول هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث، لا يلا هاي الأول حطوا مكان هاي الثاني هاي الثالث هاي الرابع، هذول اسمهم أعداد ترتيبية بالإنجليش. إيش هما؟ اللي هما first second third fourth fifth وإلى آخره. نبدأ first كمثال، الآن عندي second الآن وإلى آخره. إذا شفتوا first بعدها فراغ، الفراغ بده ينحط فيه اسم. شفتي second بعدها فراغ، الفراغ هذا بده يحط نحط محله إيش؟ بده ينحط محله اللي هو اسم. معناته بعد الأعداد الترتيبية شو بنحط دائما يا طلابي؟ بنحط اللي هو الأسماء، بنحط اللي هو مين؟ الأسماء. الآن طلابي الموقع الخامس سهل لأنه الكل لازم يعرفه. الموقع الخامس بيحكي لنا حسب ترتيب الجملة. حسب ترتيب الجملة في اللغة الإنجليزية تبدأ الجملة بفاعل ثم فعل ثم مفعول به. الآن طلابي قد يكون الفاعل اسم وقد يكون المفعول به اسم. أحمد رن على محمد، لاحظوا أحمد الفاعل هيو اسم ورن فعل، الآن محمد مفعول به الآن كمان اسم. فالآن حسب ترتيب الجملة في اللغة الإنجليزية قد يأتي اللي هو الفاعل أو الاسم عفواً بموقع فاعل، قد يأتي الاسم بموقع فاعل، وقد يأتي بموقع إيش؟ مفعول به، وقد يأتي بموقع إيش؟ مفعول به. الآن موقع رقم 6 كثار صح؟ ما انا عارف بقول لكم هم متقال دم هذول تبعون الاسماء، عشان هيك بحب اخليها للاخير. ليش؟ لانه الطالب خلص في حال لا سمح الله نسي موقع، الان بيقدر يقارن مع ايش؟ مع الفعل، مع الصفه، مع الظرف. موقع رقم 6 اللي هي بعد اللي هي صفات الملكيه، بعد صفات الملكيه والملك لله عز وجل. الان لما بدي اجي احكي انه هذا الشيء ملكي بقول ماي بن، قلمي ماي بن. ماي اللي هي ايش؟ صفة ملكية. ماي اللي هي صفة ملكية. الآن ماي صفة ملكية، نتعرف على صفات الملكية. الآن يور، الآن اور، الآن عندنا ذير، الآن عندنا هز، وعندنا هير، وعندنا الاتس. ورح ناخذ الحكي هذا لما ناخذ في مرحلة التأسيس إشي اسمه البروناونز اللي هم الضمائر، رح نتعرف عليهم إن شاء الله. هذول يا طلابي اسمهم صفات ملكية. صفات الملكية دائما وأبدا تتبع باسم، دائما وأبدا تتبع باسم. صفة الملكية إجباري يكون بعدها اسم. لأن بقول my car سيارتي، my car سيارتي، ما بقول my play يعني إنه يلعبي يلعبي، يعني أحط فعل بعد الماي بزبطش، لأن بعد الماي إجباري يكون اسم. خلوا هالملاحظة في بالكم، راح تفيدنا في أول درس قواعدي مع بعض اللي هو درس الريبورتد سبيتش، راح يكون اللي هو الكلام المنقول. راح يكون في إحدى ملاحظاتنا إيش تحكي؟ صفة الملكية مع الاسم اللي بعدها، صفة الملكية مع الاسم اللي بعدها تعتبر قطعة واحدة، قطعة واحدة. يعني لما أقول قلمي طلعوا كلمة واحدة صارت سيارتي، هيها كلمة واحدة، هيك قصده. ماي كار سيارتي كلمة واحدة. هسه في الإنجليزي مكتوبة الماي لحال والكار لحال، بس فعليا ماي كار لازم تكون إيش؟ يعني أعاملها كأنها كلمة واحدة، أعاملها كأنها كلمة واحدة. يعني لما أقول لك، لما أقول لك على سبيل المثال الآن أنا غسلت سيارتي، الآن طلعي لي الشيء اللي أنا أملكه. ما رح تحكي لي الآن إنه والله طبعا بالإنجليزي أنا أحكي، تحكي لي my car، ما رح تقولي لي my لحال، ورح تحكي لي car لحال، لأنه car معناها سيارة. طب أي سيارة ممكن أملك أنا؟ لا، أنا بملك سيارتي، أنا سيارتي أنا الحمراء مثلا. الآن معناته سيارتي هي اللي أنا بحكي عنها، لأن كلمة واحدة my car. فهي خلي الملاحظة في بالكم، راح تخدمنا كثير إن شاء الله لما نبدأ المنهاج، وهذا الحكي إن شاء الله قريب العاجل. طيب ممتاز. الآن في عندي اللي هو موقع رقم، الآن حكينا 6، ندخل على رقم 7. طلاب رقم 7 برضو سهل ومارق علينا. في إشي في اللغة الإنجليزية كلنا بنعرفه، إشي اسمه أس الملكية، شبيهة يعني مش بعيدة كثير عن الجزئية رقم 6، شبيهة فيها. أس الملكية طلابي دائما وأبدا قبلها اسم، ودائما وأبدا بعدها إيش؟ بعدها اسم. لما أجي أقول سيارة أحمد، أحمد's car،
بيت أحمد، أحمد's house. لاحظوا أحمد's أس الملكية عم بحط قبل أحمد، قبل عفوا أس الملكية في أحمد، أحمد هيو اسم، أحمد's house، house برضو اسم. الآن أحمد اسم وهاوس اسم، إيش جاي بينهم؟ أس الملكية. فبالتالي دائما وأبدا إذا بشوف فراغ قبل أس الملكية أو بشوف فراغ بعدها، الفراغين هذول إجباري يكون فيهم إيش؟ يكون فيهم أسماء يا طلابي، أسماء أسماء أسماء. ممتاز. الآن جزئية رقم 8 ورح نشتغل عليها هاي كثير في الفصل الثاني إن شاء الله. جزئية رقم 8 شو بتحكي؟ بعد المحددات، هاي بعد المحددات، إيش في عنا محددات؟ إيش يعني محددات؟ لما أحدد كمية مثلا بقول البعض من السكر، الكثير من العنب، مش عارف ليش بطلع بالي عنب بس الموسم راح هو، المهم الكثير من التين، المفروض هاي موسم مقرب، الكثير من التين مثلا، كلمة الكثير، العديد، القليل من، أي باكيت شيبس عندك، لأن كلمة أي برضو هاي محددة، لأن من بعض المحددات عندي كلمة سم، تمام؟ لأن هاي سم معناها البعض، الآن much يعني الكثير، much معناها إيش؟ الكثير. عندي الآن كلمة many اللي هي العديد، many اللي معناها العديد، لأن برضو عندي هون كلمة few بمعنى القليل، few بمعنى القليل. عندي الآن كلمة اللي هي any، أي بمعنى أي إشي عندك، أي كمية، هات ما عندي أي مشكلة. الآن all الكل، يعني all معناها الكل، all the bags كل الشنات اللي عندك هاتهم، أو كل الأكياس، bags بيجي معناها أكياس وبيجي معناها إيش اللي هو شناتي. الآن وعندك هون مثلا كلمة no، زي كلمة nobody ولا واحد، حددت أنا هون محددة nobody ولا واحد، الآن هاي برضو كمان محددة. هذول المحددات يا طلابي إذا بشوف بعدهم فراغ، الفراغ إجباري يكون فيه إيش؟ يكون فيه اسم. يكون فيه إيش يا طلابي؟ يكون فيه اسم. هذول الثمن اللي هو ثمن أو سبعة عفوا، لغاية الآن سبعة عندي، هذول السبعة كلهم لما أشوفهم الآن بعرف إنهم مواقع مين؟ مواقع أسماء. الآن في عندي جزئية رقم 9 كثرا، والله العظيم عارف ما بقولكم الأسماء زنخة الأسماء، بس إن شاء الله بالطريقة هاي إحنا بسطناها، أبسط من هيك ما راح نلاقي. بحكينا هون بعد أدوات الإشارة، بعد أدوات الإشارة زي this with that، these with those. هذول يا طلابي إذا شفتهم وإجا بعدهم فراغ أنا بأشر على إشي، أكيد ما عم بأشر على فعل، بأشر على هذاك البيت، على هذيك السيارة الحلوة، على هذاك البيت أو البناية الكبيرة، على هذيك الطيارة، الآن عم بأشر. هذول أدوات الإشارة دائما وبعد، دائما وأبدا بعدهم إيش؟ دائما وأبدا بعدهم إيش؟ بعدهم اللي هو اسم. الآن طلابي في مواقع غير هيك؟ ضايل موقعين ثلاث، بس ما راح نفتح موضوعهم هسا، بديش أفتح موضوعهم هسا، أنا بدي أدخل المعلومات بشكل تدريجي عند الطالب. الآن لساتنا إحنا في أول مراحل اللي هي التوجيه، اللي هي مرحلة التأسيس، بس عشان الطالب يقدر يبني اللي هي البلوكات، إحنا الآن نبني قاعدة أنا وياكم، وعلى القاعدة بصير أبني بلوكات. يعني مرحلة التأسيس ما راح تكون بس مشتقات، راح نحكي فيها عن شغلات إلى دخل في إيش، قواعد أخرى تدخل في قواعد أخرى، يعني هذا خاص مشتقات، تمام؟ لقدام رح ناخذ افعال مساعده، الافعال المساعده داخله في ازمنه وداخله في قواعد كثيره، رح ناخذ شغلات اللي دخل في الانفينيتيف المجرد، رح نشوفه هون وهون في عده دروس، لان رح ناخذ تاسيس قطع، وهذا اللي بيهمني اكثر انا. يعني انت بتحكوا قطع وزاره بيجي عليها من 60 ل 70 علامه كل فصل او كل سنه، هذول لازم نحطه في جبتنا، ما فيها قطعه عم تنشرح لك على البطاقه او على حصه الزوم، وين المشكله انك ما تجيب ال 70 علامه؟ وين ما عم بشرح لك اياها، وعم بعطيك اسئله واجب، وعم بتحل اسئله القطعه، وعم بعطيك اسئله اضافيه، معناته وين السبب انك ما تجيب او انك ما تجيب ال 70 60 علامه هذول في القطع؟ فعشان هيك طلابي الان ماده التاسيس عباره عن ايش؟ هي قاعده عم نبنيها، اربع خمس بلوكات، كل بلوك معني بشيء معين، بلوك القطع، بلوك القواعد، بلوك المشتقات، بلوك المعاني، بلوك تصريف الافعال. لان هذول البلوكات واحنا ماشيين في منهاجنا الان رح نصير نبني على كل بلوك لحد ما نطلع بايش؟ نطلع بمبنى ضخم ذو قاعده متينه باذن الله، اللي يوم الوزاره ان شاء الله يخدمنا خدمه عكيف كيفكم بإذن الله تعالى. طيب الآن بعد ما عرفنا أنا وياكم المواقع، ما ظل علينا غير نعرف إيش؟ نعرف إنه شو نهايات الأسماء يا أحمد؟ شو نهايات الأسماء؟ الآن طلابي نهايات الأسماء هي أهم
نهايات الأسماء. لأن أهم نهايات الأسماء، لأن نهايات الأسماء كثيرة، تمام؟ نهايات الأسماء كثيرة، لكن أهمها بالنسبة لنا في عنا إشي اسمه T-I-O-N، وشفناها قبل شوي بكلمة production، شن شن. اللي عنا S-I-O-N جن، صوت كلمة جن جن، زي كلمة explosion انفجار، explosion راح تنتهي بS-I-O-N. لأن في عنا برضو كمان اللي هو كلمة، أو عفوا نهاية، اللي هي M-E-N-T، M-E-N-T زي كلمة development، development اللي هي تطورات. الآن في عندنا كلمة اللي هي A-N-C-E clearance، حلو، انتهت B-A-N-C-E. الآن في عندنا E-N-C-E زي كلمة commence. الآن في عندنا كمان اللي هي ness، هاي اللي هون زي awareness، زي كلمة awareness. الآن في عندنا هون T-Y، وفي عندي C-Y، وفي عندي T-H. هذول يا طلابي هم نهايات أو أهم نهايات الأسماء، أهم نهايات الأسماء. الآن بعرف، والمشكلة أنا حاولت أنغمها، حاولت أطلع بأغنية، حاولت أطلع بجملة، مش لاقي، وما بدي أحكيها بطريقة معينة تروح تنمسك علي ممسك وأصير ترند بين هالأساتذة، لا 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 لا. بس طلابي سهلة 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 سهلة. الآن جزء منا ممكن يقول لك يا الله يا أحمد والله كثار، أو زنخات مش قادر أحفظهم. طلابي إحنا لسه ما بلشنا في مادة، بكرة راح يمر عليك أسماء. طبعا الحلو في الموضوع كل الكلمات اللي قد تمتحنوا فيهم، هي هاي كل الكلمات هاي راح تكون موجودة معانا في الكتاب، إما مرنا عليها بقطع، إما مرنا عليها بجمل قواعد، إما مرنا عليها في درس المشتقات نفسه. معناته ما في شيء جاي من برا. الآن ومع نهاية المادة راح تلاقي إنه فعليا أنت أو أنت من تلقاء نفسك راح تلقائيا تلاقي ثلاث أرباع هذول عرفتيهم هيك. أضف إلى ذلك لما نوصل لدرس المشتقات في نهاية الفصل راح تكتشفوا إنه المشتقات عليها أسئلة بلاوي في الدوسية، عليها أسئلة بلاوي. أنا الآن حاليا شغال على عملية تطوير الدوسية بحيث أني أعدل على شغلات معينة من هون ومن هون، أضيف عليها أسئلة وزارة من هون، أسئلة وزارة من هون، اللي هي المرحلة القادمة علينا إن شاء الله. بس بمجرد ما أنهيتها أنا متأكد أنه راح يكون في عدد كثير ممتاز من الأسئلة اللي لها دخل في المشتقات. فالطالب بعد نهاية دراسة المشتقات ونهاية حل التمرين راح يكون وبإذن الله تعالى خلص، ما ظل عليه أي شيء، أموره تمام، تمكن من هذول من تلقاء نفسه. هذول يا طلابي أهم نهايات الأسماء. هيك بنكون وبحمد الله رب العالمين مسكنا جزئية المشتقات ومبدئيا اشتغلنا عليها. إذا طالب بيسألني طب أحمد من كم، يعني أعطينا مئويا قديش إحنا أنجزنا من المشتقات، أبشركم قرابة 60% أنهينا درس المشتقات. الآن ما تبقى من درس المشتقات هي بعض الملاحظات، وأهم الملاحظات اللي لها دخل في الحل، هاي نقطة، وفي بعض التمارين أو بعض الجمل اللي راح نقدر نحل عليهم، وإحنا بنحل عليهم ملاحظات. ما بيكتمل الدرس يا طلابي غير لما نخلص هذيك الجزئية، درسنا ما اكتملش. لا وزيدكم من الشعر بيت، المشتقات داخلة معنا في الفصل الأول وفي الفصل الثاني، يعني شوفوا أهمية الدرس. وكل سنة قلت لكم بيجي عليه من 20-25 ل30 علامة، فضروري جدا هذول كمان نحطهم في جيبتنا. ربي يعطيكم الصحة والعافية. الآن أشوفكم في الفيديو اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.